نحن نرى في تونس طيرا يحلق في السماء بجناحين النهضة والنداء. تقديرنا نحن بأن هناك تحوير لابد منه. مكتب الشاهد ما عنده ما يقدم ما يوخر في ملفات الفساد. هناك خشية من أنه ما تكونش المهمة هذه هي الشاغل الوحيد للحكومة وإنما فكروا في عام 19. لكن أنا ما نجم نمنع حتى حد يقول الحمد لله الحكومة. نحن تبنينا وجهة نظر الإصلاح في إطار الاستمرارية. وعلى رأسهم حافظ قايد السبسي والمحيطين به دمروا الحزب. مع استقرار المؤسسات مساندين للاستقرار الحكومي. اسم الحكومة زين اسمه أما يستقيل وأن يمشي للمجلس. حركة النهضة مع استمرار السيد يوسف الشاهد. العلاقات بين الباشي قايد السبسي والنهضة قصد. التوافق لا يعني الاتفاق في كل شيء. احنا مع استقرار الحكومة، مش وقت اسقاط حكومة، مش وقت تغيير حكومة كاملة. ونحن نعرف التوانسة دايما هم تعاخر لحظة.